هذه هي المباراة، كرة طويلة أمامية لمصلحة تمجيس، خطر المحاولة ممكن. الله 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 الله، الرد من البحري يا ثان، لكن الله على كرة حلوة حلوة من الاثنين. أحمد المعمري على طول بشماله قوية، وتصدي أيضا موفق من أحمد الرواحي، فرصة في غاية الخطورة بل هي الأخطر لمجيس في هذا اللقاء. سبقتها كرة، حاول لفريق هلال القدس محمد عبيد، حذاري حذاري، خطيرة خطيرة، لكن أحمد أحمد رواحي قضيم اللي كانت لمصلحة محمد عبيد، لولا تدخل أحمد رواحي لربما كانت أولى الأهداف. تبعد من فهد الهاشمي، ما زالت لهلال القدس، وبرافو يا أحمد. لاحظ القتالية الكبيرة اللي يتمتع بها لاعبو نادي هلال القدس، كرة للأمام سهلة عند أحمد رواحي، سهلة عند أحمد، ومعها مشاهدينا متابعي قناة عمان الرياضية. هل يضع الحضري في المرمى؟ أبعدها الرواحي، أبعدها أحمد الرواحي إلى ضربة ركنية، ركلة جزاء تضيع على فريق نادي مرباط. يفشل حسين الحضري في تحويلها في المرمى، وبالتالي ينجح حارس المرمى أحمد الرواحي في إنقاذ مرماه من هدف التعادل لفريق نادي مرباط. ينجح النتيجة بعد ما يعني أهدر حسين الحضري الكرة الماضية، شوف تألق الحارس اللي هو أحمد الرواحي في الكرة الماضية وإبعاد الكرة إلى خارج الملعب، شوف التألق من الحارس، وشوف كذلك رغم أن الكرة كانت قوية وأن التسديدة كانت أيضا يعني أعتقد يعني جيدة نوعا ما من اللاعب حسين الحضري، ولكن الرواحي يتألق.